بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذه هي الحلقة 16 من حلقات برنامج شكرا حبيبي، الذي يتكلم عن خصائص هذه الأمة المحمدية وما من الله به على هذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من نعم لم يعطها لأحد غيرهم، نعم إذا دخل الإنسان في تعدادها فإنها تفوق الحصر، وإذا تفكر الإنسان في معانيها فإنها تتجاوز إدراك العقل. نعم كبيرة، نعم عظيمة، لكن تعداد هذه النعم وذكرها والتذكير بها يعين الإنسان على معرفة علاقة الله بعبده. نعم التذكير بها يعين على معرفة قدر علاقة الرب بعبده، وقدر ما أكرم الله عبده بنعم اختصه من بين العباد لم يعطها لعبد غيره. فهذه النعم معرفتها تزيد تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن سرد هذه النعم مفيد في زيادة الإيمان، ومفيد في تعلق العبد بربه الرحمن. تكلمنا في نعم كثيرة، وليست نعم ككل النعم، وإنما خصائص من النعم لم يعطيها الله لأحد إلا لهذه الأمة المحمدية، حتى وصلنا إلى نعمة الأمان. وما من الله على هذه الأمة من أمانات كثيرة، أمان من الكفر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخشى عليكم؟ وأمان من أن تضيع هذه الشريعة، فيقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول: إن علينا جمعه وقرآنه. وأمان من أن يكون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أحد منهم من أهل النيران، فكما قال سيدنا إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يلقونه، أي في نسله، ومن نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي هذه الأمانات تترى واحدة تلو الأخرى، كل منها تؤكد التي قبلها وتدعم التي بعدها، حتى نصل إلى أمان متعلق بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمان آخر وهو أمان من الخلود في النار. فإن العبد الذي يموت على التوحيد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مهما بقي في النار أعاذنا الله وإياكم منها، فإنه لا بد ويوما صائر إلى الجنة، لا بد يوما وهو خارج من هذه النار. أما من مات على غير التوحيد فإنه من الخالدين عافانا الله وإياكم. ولذلك هذا الأمان هو بمثابة جائزة لكل موحد، بأنه حتى وإن عصى الله، حتى وإن عاقبه الله، فإنه يخرج من عذاب الله يوما ما، فإن عنده أمل في الخروج. ولذلك سيدنا جبريل عليه السلام نزل على سيدنا محمد يبشره بهذه النعمة العظيمة، فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل وأخبرني بأن الله عز وجل يبشرك بأن من مات يقول لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد. دخل الجنة يعني لابد أن يكون صائرا يوما إلى الجنة حتى وإن دخل قبلها النار. ولذلك هذا الأمان يعتبر شيء كأنه صك يعطى لكل إنسان، بأن هذه الكلمة معها لا تخاف شيئا. هذه الكلمة هل يخاف الإنسان أن تسلب منه يوما ما؟ هل يخاف الإنسان أن تؤخذ منه قبل أن يموت بعد أن أقر بكلمة التوحيد؟ الذي يقر بكلمة التوحيد خالصة من قلبه، يعني محبا لله ومحبا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ذاق قلبه حلاوة هذا الحب وحلاوة هذا الإيمان، فإن هذا الإيمان لا ينزع من قلبه. الإيمان لا ينزع من قلبه إن لمس هذا الإيمان القلب. ولذلك في حديث قيصر الروم
عندما سأل أبا سفيان وقال له عن سيدنا محمد وأتباعه: أيرتد أحد منهم عن دينه؟ فقال: لا. فأجابه قيصر وقال له: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا خالط الإيمان وحلاوته وطعمه القلب، فإن القلب لا يتركه أبدا، يحبه، لأنه لا أحد أبدا لا يحب الحب، والإيمان هو الحب. ولذلك الذي يحب لا يستطيع أن يستبدل الحب بشيء آخر. أخبر الله بأن هذا الإيمان وهذا الحب لا ينزع، فقال: يحبهم ويحبونه. يحبهم، هذا خبر، الله يخبر بأنه يحبهم ويحبونه. وحيث أنه أحبهم وحيث أنهم أحبوه فهذا متلازم، بمعنى أن الله عز وجل لا ينزع محبته، وبمعنى أن الله عز وجل أخبر بأن حبهم الدليل عليه حبه لهم، فهو قد أحبهم سبحانه وأخبر أنه يحبهم. ولذلك الذي يقر بكلمة التوحيد محبا لله لا يخشى عليه الردة، ولا يخشى عليه أن يموت على غير التوحيد. أما هؤلاء الذين نسمع أنهم قد ألحدوا أو ارتدوا أو خرجوا عن الملة، فأولئك قد لا يكونوا مسلمين أصلا من الأصل، لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، لم يكن مقرا بلا إله إلا الله خالصة من قلبه على اليقين، بل كان متشككا، والشك لا علاقة له بالإيمان، الشك ضد الإيمان، لأن الإيمان يقين. ولذلك الذي يكون متشككا أحيانا في عقيدته لا يعتبر من المسلمين، في عقيدته يعني يشك في الله الواحد، لا يؤمن بالله الواحد، هذا لا يكون من المسلمين. فإذا رأينا من هو هذا حاله قد خرج عن الملة، لا نقول هذا إنسان مسلم قد خرج عن الدين، لا، المسلم لا يخرج عن دين الله، المسلم لا يرتد، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، ولأن حلاوة الإيمان هي الحب، ولأن الله أخبر بأنه إذا أحبوه فإنه يحبهم، وحيث أنه أثبت لهم المحبة فإنه لا ينزعها، فإن الذي وهب ما سلب، الله لا يأخذ عطيته بعد أن يعطيها أبدا لأحد. ولذلك هذا أمان عظيم لهذه الأمة، أن من خالط قلبه حلاوة الإيمان فإن الله لا ينزع عنه هذه الحلاوة، أي أنه يموت على التوحيد، وأن الذي يموت على التوحيد قد بشره الله بأمان آخر، بأنه حتى وإن عذبه الله في نار جهنم لعقوبة أراد الله أن يعذبه عليها فإنه لا يخلد في نار جهنم، كما أخبر سيدنا جبريل فقال لسيدنا محمد: إن الله يبشرك بأن من مات من أمتك يقول لا إله إلا الله، يعني موحدا لا يشرك بي شيئا، دخل الجنة. ولذلك هذا الأمان من أعظم أمانات الأمة. تخيل أن عندك أمان أن تموت على التوحيد إذا أنت عندك هذه العلامة. ما هي العلامة؟ حبك لله، حبك لرسول الله. مجرد الحب لله ولرسوله هذا دليل اليقين، هذا دليل أنك من الموحدين، ودليل أنك لا تموت إلا على هذا التوحيد. ثم هو دليل بعده بأنك في يوم الدين أي يوم القيامة حتى وإن عاقب الله فإن هذا العقاب لا يخلد ولا يدوم، بل يزول وصائر إلى فناء. ثم يأتي أمان بعد الأمان، وأمان بعد الأمان، وأمان بعد الأمان، يأتي أمان يوم القيامة. يوم القيامة يوم أن يصير الناس لرب العالمين، ويكون الناس يموجون في بعضهم بعضا، ويشيب الرضيع، وتضع الحامل حملها من شدة هول الموقف، إلا أن عباد الله المؤمنين الموحدين مؤمنون. أما يأتي آمنا يوم القيامة، أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك على منابر من نور يغبطهم الناس من نورهم، من نور التوحيد، من نور محبة الله ومحبة رسول الله. يأتي ذلك الأمان، أمان يوم القيامة الذي فيه يخاف كثير من الناس، لأنه ليس عندهم ما يضمن لهم عدم العذاب. وهذه الخاصية، خاصية الأمان، نستكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.